مع السكوادات تدخل مع السكوادات حبيبي التوب 1 انا اتحداك تلعب انت شخص واحد وتلعب لعب نظيف من غير بطاقات من غير ولا بطاقه من غير ما تدخل ناس ثانيه بحسابك اكيد مع بطاقات توب 1 العالم من غير حساب من غير ما تدخل مع سكوادات ثانيه مثلا تدخل مع سكوادات خليهم يلعبوا يكملوا الجيم وانت تنسحب تلعب لعب نظيف وتوصل للتوب 1 هذا بتلاقيه نازل شو اسمه هذا نازل معانا تابع البث ونازل انه ما عم تنزل ما بناش ننزل خلص نلعب هذا السيزون كله ياتو سكور انا السيزون هذا كله سكور انت؟ اي والله تلعب جلوبال يعني؟ ها؟ جلوبال ولا عشان ترفع ليفل ويا؟ لا جلوبال اوف والله جلوبال من غير بطاقات دوبل فاشل ها؟ لا بس حلو يا والله الشباب موصلين شوف حلو ولا شيء ليفلك يسعد سريع هو حلو انه تلعب عشان ليفل اي والله بس عشان تلعب على المركز بس تلعب على المركز الاول صعب جدا لانه والله المركز الاول يعني اذا ما بيكون عندك بطاقات دوبل صعب جدا في ناس جابوا المركز الاول بثلاث بطايق ايش رايك؟ لا ايه بس هذا بيكون خمسه بيلعبوا بالحساب خمسه ولا عشره بيلعبوا صح بس انه ثلاث بطايق سلطانتي كلها بطايق معروف بس بيكونوا 10 بيلعبوا بالحساب مكافاه 10 روحوا شوفوا الاول يا جماعه 10 بيكونوا بيلعبوا بالحساب وبيكونوا متفاهمين بيدخلوا مع سكوادات وبيطلعوا عرفت الطريقه هذيك يعني مو انه جابوها باحتراف يعني ولا بقى لا بتغراض والله كلها بتغراض ما يدخل مع سكوادات يدخل مع سكوادات حبيبي التوب 1 انا اتحداك تلعب انت شخص واحد وتلعب لعب نظيف من غير بطاقات من غير ولا بطاقه من غير ما تدخل ناس ثانيه بحسابك اكيد مع بطاقات توب 1 العالم من غير حساب من غير ما تدخل مع سكوادات ثانيه مثلا تدخل مع سكوادات خليهم يلعبوا يكملوا الجيم وانت تنسحب تلعب لعب نظيف وتوصل للتوب 1 مستحيل شوف انا ما لعبت جلوبال بس لعبت معاهم شوف في ناس اربع عندي سكواد لحظة وين هدول بالبيت الاصفر ايه بالبيت الاصفر مكافح Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.